كابتن سمير عكاشة اسمه بكرة أهلاوي. وبكرة أهلاوي مش المختص بيه بس إن بكرة مباراة الأهلي مع الحرية الغيني، لا بكرة العشر تلاف عايزكم كلكم تلبسوا أحمر، كله تيشيرتات حمراء، قميص أحمر، تيشيرت أحمر، جاكيت أحمر، أي حاجة، ترنج أحمر، أي حاجة. الملعب لازم يكون مقفول باللون الأحمر، بكرة هو لون النادي الأهلي. لكن بكرة أهلاوي دي أنا يعني عايزها تمتد معانا، عايز كل واحد عنده صورة. احنا جايبين مجموعة صور، الصور دي واخدينها من الانترنت، الصور دي كلها واخدينها من الانترنت، لكن كل واحد بقى عند حضراتكم عنده ابنه شهر، يوم، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة، سنتين، خمسة، ستة، عشرة، 15 سنة، 17 سنة، ابعت الصور دي، ابعت صورة ابنك لو هي موجودة عندك في البيت وانت محتفظ بيها وبتشجع الأهلي وبتحب الأهلي وممتن للأهلي. على فكرة دي بنتي قاعدة سمير، تمام؟ فأنت على طول ابعت صورك لو انت عندك ابن زي ما قلت لحضراتكم سنة، سنتين، ثلاثة، عشرة، 15 بتشيرت الأهلي، ابعت صورته هنا. هنخصص فقرة كل يوم بإذن الله في ملعب الأهلي بإذن الله تبقى خاصة بالكلام ده، بكرة أهلاوي، الحياة الأهلاوية. سريعة سمير عشان كل الناس تاخد حقها كمان. هخلص، عايز أجيب 10,000 15,000 صورة في الشهر، عايز أجيب 15 20. يا سلام على الجمال، يا سلام على الروعة. أهلاوية أهلاوية مية مية، تمام التمام. حياة نفسية جميلة، ضغوط وأعباء حياة حوالينا، لكن الابتسامة دي بالدنيا، الابتسامة. يا ريتني كنت أعرف اسمك يا بنتي والله، يا ريتني كنت أعرف اسمك يا بنتي والله. طيب النص بقى، لا خلاص يعني أكمل الصور بقى، كمل صور. لا أنا مش عايز كده، عايز صور كتير. فعايزين دايما الموضوع ده يبقى مستمر معانا، كل شهر عايزين نوصل ل 10,000 15,000 صوره. الصور دي زي ما قلت لحضراتكم احنا جايبينها من على الانترنت، لكن احنا عايزين الصور اللي في بيتك، اللي في الالبوم بتاعك اللي في البيت. عايزين نعرض من بكره صور عندك انت في البيت، يعني شايلها في البيت بحبك للاهلي، مرتبط بالاهلي، ابنك اهلاوي، مراتك، اي ذكرى. بعد شويه حتى لو انتم مخطوبين، اتنين مخطوبين، اتصوروا بتيشيرتات الاهلي يبعتوها. لو حتى مش لسه مخطوبه ان شاء الرحمن باذن الله ربنا يرزقك بعريس زي الفل، معاك تيشيرت الاهلي ابعتيه. انت حضرتك طالب، خاطب، متجوز، انت ومراتك بعتوا الصوره بتاعتكم مع النادي الاهلي. لو فوق ال 50 او فوق ال 55 وحابب تصور بتيشيرت الاهلي ولا حاجه وما عندكش تيشيرت الاهلي، ممكن احنا نعمل لك هديه من بتاعه النادي الاهلي او ملعب الاهلي، اسف، نبعت لك، احنا نبعتك عند اي. بص الصوره اللي فاتت دي، طيب هاتها، يعني بص الصوره دي جميله جدا، جميله جدا، ممتازه جدا، بس دي موجوده في الملعب، يعني الف سلامه حبيبي، الف 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 سلامه. لكن انا عايز الصور الطبيعيه اللي موجوده في البيت، اللي موجوده في الاوضه، اللي موجوده في المدرسه، اللي موجوده في الشارع، اللي موجوده في نادي، كل الصور اللي موجوده في الشوارع اللي هي موجوده في البيت. كل معظم الصور دي احنا جايبينها من المدرجات. يا سلام يا سلام على الروعه. بكره أهلاوي مش مختصيه بس بمباراه بكره الاهلي والحريه الغيني، لا دي مختصه باسلوب حياه. عايز كل شهر كده، كل ومستقبل، عايز كل شهر كده حضراتكم تبعتوا لي 10 15,000 صوره. هنخصص كل يوم جزء من ملعب الاهلي خاص بالصور دي. ليه بقول كده؟ انت حياتك وحياه ابنك مهمه جدا جدا، يعني اعباء الحياه وضغوط الحياه ورتم الحياه وسرعتها بيخلي النفسيه ساعات في بعض الاوقات، ما بتبقاش على مستوى عالي، ما بتبقاش يعني هي اللي انت تاملها او تنتظرها. لكن لما تكون اهلاوي، تمام، اعتقد الامر معاك بيبقى نفسيا حلو قوي، فتلاقي الواحد مبسوط كده، ماشي مبسوط زي الفل كده وبتاع، فتقول له انت مبسوط ليه؟ يقول لك ايه، معلش اهلاوي شويه. فزي ما بتامن لابنك مستقبله المادي ولا تعليمي والادبي، امن له كمان نفسيته ان انت تخليه اهلاوي. تعالوا نروح تقرير عن الجمهور ونرجع نتكلم في موضوع مهم، هي رباعيات الاهلي محليا وافريقيا.